هذا الفيديو قدر يكون مؤلم لبعض الناس، وللأسف لأن هذا الشخص اللي كتشوف في الصورة هو فقط هو اللي بقى من العائلة دياله، بحيث أنه كيبلغ من العمر حوالي 14 سنة، فالطفل كيبقى من مخلفات الزلزال، بحيث أنه فقد العائلة دياله، فقد الأم دياله والأب دياله وكذلك بعض الإخوان دياله. ولكن الإيجابي من هذا الشيء هو أن كان للإعلام دور مهم باش أنه غادي يحاول يغير المجرى ديال حياة هالطفل. فقدت 5 ديال الاشخاص، منهم الوالد ديالي والوالده واخوتي وجدتي. الوالد والوالده واخوين وجدك؟ اه. لقينا الام ديالي هنا هي واخوتي، ولقينا جدتي تما وسميتو با، لقينا حدا ديك الشجره ديال يعني يبدو انهم حاولوا الفرار الهرب، ف يعني جثامينهم كانت في اماكن مختلفه من الانهيار. ايش بدك تعمل في الحياه؟ مع من ستعيش؟ يعني ايش بدك؟ غادي نعيش مع عمتي، وناوي ان شاء الله نحقق الحلم ديال الوالد، واني نبغى نقرا ونكون شي حاجه في المستقبل ان شاء الله. كان للوالد حلم؟ ما شو الحلم اللي كان يحلم فيه؟ كان بغى نكون شي استاذ ولا شي طبيب. وانت لا لا احنا اتفقنا انك شجاع عبد الرحيم، صح؟ اتفقنا انك شجاع وانك تريد ان تتحدث في الرساله بقوه. وانا طبعا اعذر مشاعرك، ولكن ايش الطموح الذي تنوي ان تصل اليه؟ المشاهدين يسمعوك، ايش ناوي ان تصبح؟ وبالاحر صحيفه الحدث او قناه الحدث الاعلاميه، غادي تمشي كذلك مع الصحافه اللي جاوا من انحاء العالم ومن انحاء دول المغرب العربي. فهاد القناه كتعرف واحد النسبه كبيره ديال المشاهده. من بعد ملاحوا هاد الروبورتاج ديال هاد الطفل باش انه غيتكلموا معاه، فالاداره ديال ريال مدريد ولا رئيس النادي غادي يكتشفوا على ان هاد الطفل كيرتدي لباس ريال مدريد، وبالتالي غادي يرسلوا باش انهم يتكلموا مع هاد الطفل. والله تا واحد الراجل اللي زوين ان شاء الله، وما تجيش ننسى لك الخير هذا. شكرا انت حبيبي، وانا لا انسى لك اللقاء ولا انسى لك انه انا بشكرك اني تعرفت عليك، فخور جدا اني عرفتك. شكرا عبد الرحيم، لما تصير ريال مدريدي وتروح تلعب مع ريال مدريد لا تنسانا. وعد ما تخافش اليوم، والله تا واحد الراجل اللي زوين ان شاء الله، وما تجيش ننسى لك الخير هذا. شكرا انت حبيبي، وانا لا انسى لك اللقاء ولا انسى لك انه انا بشكرك اني تعرفت عليك، فخور جدا اني عرفتك. شكرا عبد الرحيم، لما تصير ريال مدريدي وتروح تلعب مع ريال مدريد لا تنسانا. وعد ما تخافش.